أكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد في تصريح خاص لمركز الأخبار أن الرياضة البحرينية حظيت بالعديد من الإنجازات المشرفة التي تسجل لمملكة البحرين في مبادرة العصر الذهبي، والتي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي تعتبر امتدادا لمبادرة عام الذهب التي أطلقها سموه في عام 2018، وتم حصد ثمارها بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى. سمو الشيخ ناصر وجه واستأذن جلالة الملك أنه يوجه الإدارات المعنية في قطاع الشباب الرياضة وخاصة الرياضة أن يركزون تركيز كامل على الإنتاج. كل البرامج تم إعادة تأهيلها علشان تركز على الإنتاجية، كل فريق يعرف شنو لو شنو اللي عليه، مسؤولياته، المدة المحددة، شنو اللي متوقع منه. وسبحان الله بدأنا نشوف أن وزارة شؤون الشباب والرياضة بدأت تعمل بطريقة، الإدارات المعنية بدأت تعمل بطريقة، تم فصل إدارة الأندية من إدارة التراخيص، كل يركز في مجاله. فلهذا السبب شفنا طبعا مدى النجاح هذه الفكر. سمو الشيخ ناصر دائما يعلمنا، وللامانه دائما نسمعه هو يقول هذا الكلام، ان الانجاز ما بيجي الا بالتركيز. فعام الذهب ساعدنا ان احنا نبدا نركز ونبدا نخلي فريق العمل يبدا يركز. اما بالنسبه للمرحله الجايه، احنا من واجبنا ان ناخذ هذه المبادئ اللي علمنا اياها سمو الشيخ ناصر ونبدا نطبقها في جميع اعمالنا. فكانت هي بدأت كعام ذهب في 2018، النتيجة النهائية طبعا مثل ما يعرف الكل كانت نتيجة تاريخية.